الكونفيغوراسيون نتاع المودم هواوي HG532E نتاعك على الريزو اي بي ام سان ما تاخوش من وقتك برشا. يكفي انه تدخل للانترفاس نتاع المودم نتاعك كي تحل باج انترنت والتابي 192.168.1.1 في البار دادريس وتابي توب ادمين اون مينيسكول في النوم دوتيليزاتور والمود باس. وبعد كليكي على كونيكسيون، كليكي على دو باز، وبعد زيد كليكي على وان. اكتب 0 في الشان الاولاني متاع الروبريك في بي اي في سي اي و 35 في الثاني. سيليكسيوني بي 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 او او في الروبريك تيب دو كونيكسيون. كوشي اكتيفي في الروبريك فيلان. واكتب 410 في الشان متاع الروبريك اي دي فيلان. سيليكسيوني ال ال سي في الروبريك مود دونكابسولاسيون. اكتب توا نون دوتيليزاتور والمود باس ادي اس ال متاعك في الشان متاعهم. وسيليكسيوني @ topnet.tn في الشان نون دوتيليزاتور. ومن بعد كليك على سوميتر. وكان تحب تكونفيغوري مودامك هذا على الريزو اي بي بعد ما تسيليكسيوني التيب دو كونيكسيون من غير ما تكوشي اكتيفي في الروبريك فيلان. سيليكسيوني ديريكت ال ال سي في الروبريك مود دونكابسولاسيون. اكتب توا نون دوتيليزاتور والمود باس ادي اس ال متاعك في الشان متاعهم. وما قعدلك كان باش تكليكي على سوميتر. وهكا تنجم تبدا تنافيغي على الانترنت كيما تحب. باش تتمتع باحسن كاليتي متاع واي فاي حط المودام في اسباس اوفير في علو ما يفوتش متر ونص وبعيد على ليزاباري الكتريك ا هوت تونسيون كيما الميكرو اوند الريزيستانس الشوفاج الكتريك واللامب هالوجين. ومن المستحسن زاده تبعتوه على التليفون فيكس سان فيل واللي زاكواريوم